في وقت لاحق، بث حملة من حزب البعث الحديث هو السيد صدام حسين. ممكن الرفاق اللي ما سجلوا للتطوع يكونون على الجناح الأيمن من هذه القاعة للصفوف حتى خمس كراسي. الخمس كراسي من هالجناح تفرغ للرفاق اللي لم يتطوعوا. إذا من يوم الرفيق فتاح وهي طالعة. رفيق أبو عقال، شو اسمك؟ يا عبد الله محمد العبود، وين تنظيمك؟ شعبة المحمودية، ايش كثر شنو تملك قبل الثورة؟ حقول، دواجن، أمور، سيارات، بيوت، أدلياهن. قبل الثورة هو نفسه ما طلع عليه تحسين الترشيح العضوية في قيادة الفرد، يعني اعتيادية أن يقود الشجعان شخص مو شجاع، قائم مقام ما أدري ايش، مدير عام بصفك، كان وياي بالسجن، شو اسمك؟ قبل أسبوعين وقعت على قرارك، والله قلبي ما كان يعجبني وقع على قرارك، والله أعرفك من كنت بالسجن، موضوع الحزب بالنسبة لك شيء ثانوي، بس شو سوي؟ الكل تطلعون بتروحون على بيوتكم، انتم مفصولين من الحزب. يلا